الخاص تأخذ تمويلها التي تنشر، وبالتالي يجب معناتها يعني يتقاسمها كل المناسبين والعاملين فيها. وزارة الاتصال إلا من خلالكم تسعى إلى حسن الإصغاء. الهدف الأول المنتظر منا هو تطهير علاقات العمل بشقيها ظروف العمل وظروف معيشة الصحفيين عن طريق توقيع اتفاقيات فرعية دي كونفونسيون دو برانش. الهدف الثاني هو الخروج من مناطق ما أسميه مناطق الضل والتخلص من القوى غير الإعلامية التي تتمثل في أولاً العمل غير المصرح به، ثانياً التمويل غير المشروع، ثالثاً الأسماء المستعارة التي تسمح لمن لا علاقة له بالمهنة بالتسلل داخل القطاع وانتحال صفة الصحفي، رابعاً وضع حد للابتزاز والتصرفات الدخيلة على المهنة، خامساً وأخيراً الارتباط بقوى أجنبية مشبوهة.